زي ما احنا شايفين دلوقتي ده تشكيل الاجهزه الفنيه كابتن خالد. كابتن خالد وبروكش كابتن يعني عايزين انت تتعرفنا اكتر برضو على يعني المجموعه بتاعتك اللي بتشتغل معاك ده قطاع الناشئين. طبعا انتم مش حاطين كل المجموعه، احنا حاطين مديرين فنيين مش حاطين لسه المشرفين طبعا والمساعدين كمان. طبعا مايكل هو المدير الفني للقطاع، كابتن عمرو انور 99، كابتن ياسر رضوان 2001، كابتن محمد شرف 2003، كابتن شريف عبد الفضيل 2005، كابتن سيد غريب 2006، كابتن ياسر محمدين طبعا 2007، كابتن اسامه زكي 2008 و2010، ممدوح حبيب وكابتن حسين شكري 2011. لسه في طبعا مجموعه لسه يعني لسه ما اتقالتش، طبعا كابتن اكرامي الشحات طبعا هو مشرف عمل حراس المرمى، كابتن حسين عبد الدايم هو مخطط الاحمال قطاع الناشئين. يعني واحنا ماشيين كده في حاجات كتيره قوي لسه هتشوفوها، في مفاجات يعني احنا شغالين في الفتره الجايه دي على حاجات ان شاء الله يعني طيب هتبسط هتبسط القطاع. يعني اول حاجه انا هدفي ان الولاد يبقوا مبسوطين جوه القطاع، لعيب النادي الاهلي يبقى حاسس بقيمه النادي الاهلي. طيب.